في حلقة جديدة من سلسلة أخبار هذا الشهر. إليكم أهم العناوين. سرطان الثدي، ما هي طرق علاجه؟ خبر هز الشارع الأردني، ولكن فلننتقل إلى بهاء ليخبرنا أكثر عن طرق علاج سرطان الثدي. يعتمد طريقة علاج سرطان الثدي لحجم الورم، فإذا كان حجم الورم صغير طبق تدخل الجراحي ويتم من خلال استئصال هذا الورم، طبق العلاج الإشعاعي يتم من خلاله قتل أي خلايا متبقية نشيطة، وأيضا إذا كان الورم أكبر فنطبق هذه الخطوتين بالإضافة إلى العلاج الكيميائي والعلاج الهرموني. والعلاج الكيميائي هو علاج شامل يعطى بشكل دوري عن طريق الوريد، أما العلاج الهرموني فيتم من خلاله منع الهرمونات التي تعطي الخلايا السرطانية الفرصة للنمو أو إحداث تغير في نشاط هذه الهرمونات بحيث أنها تعمل على منع نمو الخلايا السرطانية. خبر نشر في جميع الصحف المحلية في الأردن، هز الشارع الأردني وبقوة. إليكم أهم التفاصيل مع روس. نزل امبارح خبر على الجريدة بيحكي قصة واحدة انصابت بمرض سرطان الثدي، كان يعني الإصابة تبعتها كوم، وكوم انها تحكي لعائلتها كوم تاني. فانه هذا المقال بيحكي قديش الناس المفروض ترفع معنويات المريض وتحكي له اشياء منيحه، ويعني تحكي له اشياء ايجابيه، انه بي بوزيتيف صراحه، لانه اذا كنت انت كثير سلبي معهم يعني هم حييأسوا، والياس بالمره مش منيح لهذا المرض. كل اللي بتحتاجه لحتى يعني تفوز على هذا المرض وتهزمه انه يكون عندك اصرار وعزيمه وشكرا. فعشان هيك سر علاج الداء هو دعم الاحباء. شكرا لحسن المتابعه والى اللقاء. اعمل شير للفيديو على فيسبوك وتويتر واعمل جوين للإيفنت.